صباح الخير باريش بيك. صباح النور. ها كان ما اجا؟ لا لسه ما اجا. اللي بدك شي؟ دقي له وبهدلي. لا يا بيك، معقول اعمل هيك شي؟ معقول كتير. يعني برايك معقول اوصل قبله؟ شوفي الساعة وينه لهلا؟ ها؟ روحي واهتمي بمساعدك. امرك باريش بيك. بس لحظة، اصلي عم تستناك بالمكتب. اصلي؟ ايه. مو بكير؟ ايه. بس لحظة، ليش اليوم كل واحد اجى لحاله؟ عم تبالغي اصلي، ما فيني صدقك. انت ما عندك مشاعر ولا بتتأثري بشي. انا متصالحة مع نفسي. يلا اصلي، روحي ارتاحي. صباح الخير. لك ما بيصير هيك، ليش كل هالحماس؟ لا تضحكي، خليكي جدية. صباح النور. شو متحمسة كتير؟ متحمسة، طاقتي عالية جدا. والله حاسة كأني خلقت من جديد. غريب، متفائلة كتير. تفضل هاي الوكالات. أصلي شرباني شي؟ شربت قهوة. شكله الكافيين الزايد عطاني طاقة غريبة اليوم ومتنشطة كتير. يعني هالشي دمرني. يعني هي كل الوكالات؟ ما نسيتي شي؟ خليكي بعيدة عنه، اوعك تقربي. اوعك لا تقربي. شو عم تقولي؟ نوب لا تقربي. ايدك اوعك اصلي لا تضعفي. هدول هن الوكالات. خليني بقى اروح، عندي شغل. عن اذنك هلا. شكرا لك. اصلي شبك، لوين رايحه؟ صفيت التاكسي تحت، لازم روح بقى، عندي شغل. بس ليكي بصراحه انا حابب ارفع هالدعوه وباسرع وقت وبلا ما ناجل. فكرتك جاي تاخدي الافادات كمان. ما فهمت اي افادات. بقصد تبع الموكلين، المفروض ناخد كل اقوالهم لنبلش شغل. ما بيصير تاخد الافادات انت؟ أنا ما عندي وقت ومو حابب أتأخر. أساساً هاي القصص ما أنا صعبة عليكي أبداً، وأنت بتعرفي كل الموكلين. إيه فهمت عليك. خليني ورجيكي كيف. فيكي تيجي لعندي؟ تعالي شوفي. مثلا هي إفادة موكل لإلي، برأيك شو عملنا هون؟ شو عملنا هون؟ كتبنا إمتى وين صار الحادث بالضبط. إيه تمام. وبعد هيك بجمل قصيرة وواضحة ومفهومة شرحنا كيف بلش الحادث وكيف انتهت القصة مع التفاصيل طبعا. خليني لكان سجل كيف. تمام، سجلي كيف. يعني سبب الشكوى لازم يكون واضح كتير، والمطالب كمان. طيب فيني اكتب من عندي إذا ما كان حكيهم واضح يعني؟ ما بيصير، تكتبي يلي بيقولوه هني، يعني ضروري تكتبي يلي بيقولوه بس. تمام. وبعد ما تخلصي بتخليهم يقروا كل شي، لا تجبريهم يحكوا شي ما بدهم إياه. وكمان حاولي ما تكذبي شي بلا إثبات، لأنه ما فيني أرفع الدعوة من دون إثباتات. تمام فهمت. لكان لازم روح بلش. أنا بالقصر العدلي، جيبي الإفادات لعندي، ما بدي نضيع وقت. ماشي، عن إذنك هلأ. وهي أول خطوة. لك شو صار لك؟ غلطتي كتير. الباب وينه؟ أنا غبية، ما عرفت أتصرف.
شو عملت؟ واضح قديش أنا بحبه. أوف، شو بدي أعمل؟ كيف بدي أتحمل؟ إيه بنتي، أنتي وينك؟ لا عم بعرف أنا وين ولا عم بعرف أتصرف. بعد نص ساعة بكون هنيك. آه ماشي بنتي. شو أعمل؟ كيف بدي لحق أروح لهنيك هلا؟ لسه السيارة كمان لازمها تصليح. أوف. مرحبا، وصلين على أمينونو. إيه تكرم، وبعدين بكمل طريقي. ليش عم تمشي حفيانة هي؟ عن جد الناس غريبة. الله العليم وين كانت هي البنت؟ شكلها طالعة ومستعجلة. لا تحكي عن الناس، يمكن ضيعته. إيلايدا؟ أهلين باريش، كيفك؟ اليوم عندي كتير جلسات. النمسا تذكرتها ما هيك؟ لما كتب التقرير خربطوا فيه، تخيل سلموا بلا ما يقروا. ما عم صدق كيف الناس بتتصرف بهالطريقة، مو معقولين. إيلايدا أنت عم تمشي حافية. إيه صح، خليني أمشي وأكتب تقرير الاعتراض، منلتقي بالمحكمة. إيه؟ ما بيصير تمشي حافية وأنت بهالفستان، هيك القاضي ما بيقبل اعتراضك. ولك أنا تشرشحت، يا الله شو هاد؟ إيه؟ عرفتي بعدين شو القصة؟ عفكرة نشفتي لي دمي، ليش عم تطلعي بهالطريقة فيني؟ وهي كندرتك هي هاتي. ها كان خبرني بكل شي، بس أنا خفيت وما قدرت أسمع شي، لهيك لازم أرجع أشوفه مرة تانية. إن شاء الله كمان هالمرة ما تنامي، لأنه ما رح نعرف شو قصة باريش بيك وأصلي إذا ما عرفنا سرها. كان لا بقى تجيبي لي سيرة أصلي، لأنه أنا ماني طايقتها بنوب. يا ترى شو قال لي ها كان مبارح؟ لحق علي أنا ليش لحتى أشرب؟ كيفك جول؟ بدي تجمعي الكل بالقهوة، لأنه لازم أخذ إفادات الكل ووصلها لباريش خلال ساعة، يعني ما في عندي وقت كتير. بفهم منك، يعني رح تكوني مساعدة باريش بيك بهي القضية؟ لا حبيبتي، رح أعطي الإفادات وأرجع على شغلي. إيه؟ شو صار؟ عملتي مثل ما قلتي لي؟ كنت ملكة بالبرود. أوف، ما عرفت أتصرف أبداً، والله فجأة فتت كلني ببعضي. يا الله منك، خليني هلأ أجمع الناس وبعدين منحكي على رواق. ماشي، منحكي. الله معك. عفواً، سمعت حديثك، عن أي إفادة عم تحكي؟ عنا بالحارة في قضية مشتركة، وأنا عم ساعد المحامي. حلو كتير، بس شغلك على التاكسي أحلى، مشوار الحقوق طويل كتير، 4 سنين دراسة وتدريب. هيك رأيك؟ لما حدا ياكل لك حقك، بتروح لعند المحامي ليرجع لك ياه. على الأقل لو كنت محامية ما كان صار فيني هيك. بس صعب عن جد، ومفاضلته عالية كتير كمان. لا مو لهالدرجة، جبت معدل. لا تكذبي علي، لكن ليش انت عم تشتغلي على التاكسي؟ ليش شو بالشغل على التاكسي؟ عادي أكيد ما في شي، بس انت بلسانك عم تقولي لي يا ريتني محامية. أنا قلت هيك شي؟ ايه هيك قلتي. لا تاخد بحكي كتير، أفكاري مشوشة.